بالنسبة للأضرار ديال الإفراط في تناول ولا شرب القهوة، كيف ما كنعرفوا بأن القهوة سي ان اكسيدون، دونك هو واحد المنشط اللي في الأيام العادية باغ ريفلكس. أول حاجة الواحد الناس هادو بالنسبة للناس بيان سور اللي عندهم لا ريغولاريتي باش ياخذوا هذيك القهوة ديالهم، أول حاجة كيديروا في الصباح هي كياخذوا كاس القهوة، كاس القهوة كحلة، دونك وكيبقاو مداومين عليها في النهار كامل. تيجي شهر رمضان الواحد ما تيقدرش ياخذ بيان سور بالنهار، اون فوا تيفرق صيامو بقى ياخذ القهوه ديالو. الا خدا كاس القهوه ماشي مشكل، ولكن الا كان مدمن عليها، الا بدا تنقصها حتى كيجي رمضان ولا حتى كيبدا رمضان، ولا بد غيحس بزاف ديال الاعراض اللي من بينها يقدر الالم في الراس، دونك يلو غادي مدات، يقدر تجي شويه ديال الدوخه، الواحد تتكون نفسه مغيره وتيكون تيتشحن فاسيلمون، تيكون ايريتابل. دونك الواحد حنا باش نتجنبوا هاد لي بوين لي زيفي سيكوندير ديال لو مانك دو كافيين في الذات ديالنا، دونك الواحد يحاول واحد 10 ايام ولا واحد 15 يوم قبل يبدا ينقص من داك الكميه ديال القهوه، يا اما ينقص من الكميه ولا حتى لا كاليتي ديال القهوه، ما بلاص ياخذ لي كافي فريمون كورسي وقاصحين، ياخذها شويه خفيفه. دونك باش تاداتنا من هنا يجي لشهر رمضان ما غاديش تحس بداك الانقطاع زعما لاغي بروسك، دونك يحاول ينقص من القهوه بشويه بشويه، ومن يدخل رمضان ما يقطعهاش بشكل تام، ولكن بشويه بشويه اي اونكور اون فوا يديرها شويه خفيفه. علاش؟ الوغ بالنسبه للقهوه ما بين الاضرار اللي عندها سان ديوريتيك، دونك ملي نقول ان ديوريتيك صافي ديك سي ان اليمون ولا سي اون بواسون اللي كتكثر من عمليه التبول. دونك حتى الواحد الا شرب القهوه بزاف غيولي بعدا غادي يطير عليه النعاس، وهذه مشكل بحد ذاته بوحدو اللي كتنتج عليه هذا الشرب القهوه بالكثره. دونك كيف ما قلنا سان ديوريتيك، دونك حنايا بزاف الناس يعانيوا من العطش، دونك الا كثر شي من القهوه دائما الواحد تيقوم بعمليه التبول اكثر، باسكو على باس سي ان اليمون ولا سي اون بواسون ديوريتيك. دونك لا غدا يقدر الواحد يحس نون سولمون بداك الاوجاع ديال الراس اللي ريتابيليتي، و اون بلوس غادي يحس بالعطش. دونك القهوه عامه كيف ما حسبتيها تقدر دو ايل بو افيكتي ليبرتونسيون ارتيريل، دونك تقدر تاثر على الضغط وتقوم زعما بارتفاع الضغط. اذا سي جي ا ريزومي بالنسبه لو كافي ولا لا كافيين، اي فو لا اون كونسومي افيك موديراسيون، اي سورتو قبل من رمضان الواحد يبدا ينقص بشويه بشويه.